كاملة، واتفقنا مع وزارة المالية غتعطينا 3 أطر لكل جامعة، 3 أطر مخصصين في المالية باش يعاونوا رؤساء الجامعات، لأن رئيس الجامعة جاء أستاذ ما عنده تخصص في هذا المجال وكتعطيه كيسير ملايير وما عندوش الأطر الكافية، ما عندوش حتى الأورغانيغرام. الجامعة ما فيهاش الأورغانيغرام. حتى الموظف باش دير هذا شاف ديفيزيون هذا شاف سيرفيس ما عندهمش حتى الموظفين إذا غنشتغل على الأورغانيغرام ديال الجامعة كامل يكون الأورغانيغرام وتكون لا كونتابيتي جينيرال وتكون الشفافية والمعلومات ومنين تيسألوني الوزارة تنقول لهم دارك مهدي راه رئيس الجامعة راه مؤسسة عمومية عيطوا عليه للبرلمان من يعني صافي إذا الحساب كل واحد يعطي الحساب في بلاصة مشكلة الدير يعطي الحساب جهته رؤساء الجامعات ولا مديرو فلانيس كل واحد يعطي حسابه البرلمان يدير حسابه